يا جماعة أنا آسف على النور اللي ضارب في وشي ده، بس يعني مليون، لا احنا هنقول مليون و70 مليون ألف مبروك بقى، عشان المغرب خلاص رسميا هينظم كأس العالم 2030 مع البرتغال وأسبانيا. دلوقتي بقى هيطلع يقول لك إنه المغرب فاز بالموضوع ده بسبب تلاعب لقجع، وأصل الفيفا، طب الكاف قلتوا عليه إن هو يعني متلاعب وإنه تلاعب عشان المغرب والكلام ده، طب والفيفا؟ ما هو مش معقولة المغرب يعني مشتري الدنيا واللي فيها، مش معقولة. فإحنا متوقعين اللي جاي، لسه من يومين مش عارف أقول إيه الصراحة، إحنا عايزين كل يوم بقى خبر جديد. الخبر الأولاني من يومين إن المغرب هينظم الكان 2025، النهارده المغرب هينظم كأس العالم 2030. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا تقواس ولا الله في كوكب لالا. وشوفوا بقى، استنوا تصريحات كتير، أنا نفسي ألاقيهم بيقولوا مبروك، يعني هم لو قالوا مبروك أنا هفرح، إنما أنا عارف اللي هيتقال. اصل شوفوا بقى قوة فوز الاقجع اللي تلاعب الفيفا والكاف واتحاد المكسيك والاتحاد الاوروبي، حاجات ما يعلم بيها الا ربنا، ملناش دعوة بيها. انما في الاول وفي الاخر انجاز بعد انجاز، احنا مبسوطين، انجاز بعد انجاز، انا كمصري فرحان والمصريين فرحانين. ليه؟ عشان اخواتنا بيتقدموا ان شاء الله. لسه كنت بقول ان انا عايز اتواجد باذن الله، انا كنت لسه في المغرب، عايز اتواجد تاني في 2025 عشان اشارك في الافتتاح كده، واتشرف بالمشاركه في الافتتاح بتاع الكان 2025. دلوقتي بقى بنحسب ل 2030، لو ربنا ادانا عمر يعني هيكون عندي ساعتها مش عارف كام سنه. المهم يعني مليون مبروك، وتاني اسف على النور اللي ضارب في وشي ده، بس مليون ونصف مليون مبروك و17 مليون الف مبروك للمغاربه حبايب قلبنا. وان شاء الله باذن الله من انجاز لانجاز ومن تقدم لتقدم. واي حد يطلع يقول لك اصل انا لسه فطران يعني لسه واكل لحم حمير ففطران فتعبان فدماغي قالت لي حاجات غريبه انه المغرب بياخد كل حاجه بالواسطه وبالعلاقات وبالنفوذ، قول له في العشة ولا طارت، اسم يعني اتعلم مني الكلمة دي، في العشة ولا طارت، بعدين هبقول لكم تفاصيلها، إنما أقول له في العشة ولا طارت. وكالعادة لنا الله في كوكب لالا، بإذن الله نستعد كلنا ونتشرف إن شاء الله بإنه في بلد حبيبنا وغالي علينا وشعب شقيق وبلد يستحق إن هو ينظم كأس العالم، عشان هو عنده إنجازات كتير، وعشان هو بيشتغل على نفسه، وعشان الناس اللي شغالة في البلد بتحب البلد. طول ما انت بتحب البلد هتساندها لقدام عشان توصل لانجازات. فالناس بتحب بلدها وبتسعى وملهاش دعوه باراضي حد وملهاش دعوه بصحراء حد وما بتحاولش تقسم حد. بلد المغرب بلد في حاله، بيركز في نفسه في انجازاته في تقدمه، وعشان كده ربنا كرمه. انما اللي نواياه ما يعلم بها الا ربنا، دايما خليك عارف ان ربنا ما بيكرموش. في نهايه الفيديو بشكركم ومليون مبروك، ولنا الله فيه كوكب لالا، لأن الله في إيه؟ كملوا انتوا بقى.